ومشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويانا من كركوك الدكتور أيوب البازركان، أكاديمي مختص بالأحوال الشخصية ومدرب دولي معتمد، حتى نتحدث وياه بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك دكتور، أهلا بيك. يسعد صباحكم، حياكم الله، اهلا وسهلا، اهلا بكم، جدا سعيدين انه احنا معكم اليوم ومع مشاهدينا الكرام، شكرا لكم. شكرا لك. اهلا بك، اهلا بك دكتور. دكتور بدايه يمكن شفنا بالتقرير بعض المعلومات عن الاجازه الصامته لكن مفهومها مو واضح للكل، خلينا نعرف المشاهدين شنو هي الاجازه الصامته. نعم، هي بالحقيقه يعني الموضوع بها السعه وبها الكثير من التفاصيل. احنا قبل ما ندخل الى مفهوم الاجازه الصامته نريد نعرف الموظف كيف نسوي من عنده موظف منتج، كيف نخليه هذا الموظف ينتج لنا العمل بشكل افضل، يقدم لنا انتاجيه اكبر. الموظف مثل ما هو نريد من عنده عمل، احنا هم نريد من عنده انتاج، وهو بالمقابل يريد من عندنا وقود هذا الانتاج. مثل ما سياره راح تحتاج بنزين حتى تمشي، الموظف ايضا يحتاج الى امور كثيره جدا حتى يمشي العمل بصوره صحيحه. من ضمن هذه الأمور هي الرفاهية في حياته، لازم هو يكون رفه في حياته، يعيش صح، ينام صح، يعيش ويا أسرته، يشوف أسرته، حتى ينطينا الإنتاجية اللي احنا نريدها. طبعا هذه تختلف من مؤسسة إلى أخرى، أكو مؤسسات تطلب من عدها من الموظف ساعات عمل كثيرة داخل الدوام، ساعات عمل مهارية مهنية داخل الدوام. الآن حاليا انتقلت، يعني تدرون احنا في عصر العولمة والحداثة والالكترونيات والبرمجيات، اكو هواية امور ممكن انتاجها من خلال البيت ومن خلال البعد، ممكن المهام ينتج الموظف في بيته وهو قاعد في بيته. فاحيانا احنا لما نخلي الموظف في الدوام احنا دا نقطع عليه سبل انتاجية العمل، يعني هو اذا ممكن ندزه للبيت نخليه ينجز لنا المهام خلال يومين، لما وقت الدوام هو يقعد بالبيت احتمال ينطينا شغل اكثر. فلازم احنا نعرف كقادة المؤسسات، كمدراء المؤسسات، نعرف المهام هو شنو وشون نوجهها للموظفين حتى ينتجون لنا بشكل صحيح. فهناك بعض المهام يتطلب انه الموظف ياخذ استراحة حتى يجي ينتج لنا، وهناك بعض المهام يتطلب انه الموظف يقعد بالبيت وايضا يرتاح بالبيت وياخذ راحته بقعدته باللوجستيات اللي عنده ممكن بالبيت ينطينا مهام اكثر. فهذه الاجازه هي تكون اجازه منتجه، يعني نعم. صحيح هي تعطي للموظف اجازه، يعني انا اعطيكم مثال، مثلا على سبيل المثال اكاديمي، احنا اكاديميين لما نصحح دفاتر الامتحانيه انت الكليه لما تنطيك 600 دفتر تصحيحه وتطلب انك تبقى في الـ في الـ في الكليه تصححها، هل من الممكن انك تصحح 600 دفتر في خلال يوم واحد؟ طبعا لا، صعب يكون. لكن من الممكن انك تصحح 600 دفتر او نصف الكميه لما تاخذ الدفاتر بالبيت وتصححها بالبيت، ممكن العصريه هم انت تشتغل، تاخذ استراحه الظهر على راحتك وتشتغل العصر. فهنا نعم. الانتاجيه زادت، هي اسمها اجازه لكن الانتاجيه زادت. صحيح فعلا دكتور، بس احنا بدنا نحكي يمكن هذا الجانب الايجابي، الجانب السلبي ممكن اكو بعض الاشخاص يقولون انه انا هسه بس اروح للبيت، مثلا زوجتي راح تقول لي سوي هذه الشغله او عندي اطفال بالبيت، ما راح اقدر انه اني اكمل شغلي، يمكن راح اصلا بقيه ثاني يوم اقدر ارجع وياي للشغل واكمل هناك. هم اكو اشياء سلبيه او شنو الصعوبات اللي تواجه الاشخاص اللي ياخذون شغلهم للبيت؟ شوفي ستي العزيزة، هو دائما الأمور الغير الإيجابية تظهر بعد الضغط والكبت. يعني الموظف هو نفسه ليش ينطي هذه التصرفات وهذه الإعازات؟ يعني مثلا أنا أعطيكم من الأمور الغير الإيجابية اللي تصير بلدنا العزيزة هسه حاليا موجودة وبكثرة، موظف يأخذ إجازة طويلة ويروح يدرس خارج البلد أو يدرس أو يروح على مهام آخر يشتغل شغل آخر، هذه تجي له لما هو ما مقتنع باللي هو بيه، ما مقتنع بالمكان اللي هو بيه، ما مقتنع بالأجور اللي يأخذها، مدى يشوف نفسه. احيانا الاجور زينه والمكان زين لكن هو مدى يشوف نفسه منتج. احنا لو ننتقل من مؤسسات تاخذ الشخص تحبسه من وقت الى وقت محدد الى مؤسسات تنطي فرصه لاعطاء مزيد من الانجازات للموظفين، هنا الموظفين راح يحسون بروح الانتماء. يعني احتمال هو راتبه زين، اموره زينه، كل شيء تمام، لكن هو مدى يحس نفسه انه هو دا يقدم شيء للمؤسسه، فهنا يدور على مكان اخر يحس نفسه انه يقدم به. فهذه ايضا امور يراد لها دراسه، والموضوع على سعه يراد له دراسه من عده جوانب. فاحنا حقيقه مؤسساتنا يعني طريقه تعاملهم الاداري يحتاج الى اعاده النظر به.
نعم. طيب استاذ، احنا بدنا نسمع انه عمل العطله لها فوائد، يعني من واحد يشتغل اثناء العطله لها فوائد، شنو هذه الفوائد؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، الانسان ياخذ راحته لما هو يحس باستراحه. يعني هسه انا حاليا لما لابتوبي بيدي وانجز المهام بالبيت واني مرتاح، ممكن اروح في سياحه، ممكن اسافر في دوله اخرى واني مرتاح واللابتوب بيدي وماخذه وياي، واني دا اشتغل نفس الشغل اللي لازم اشتغله بالمؤسسه، بل احتمال اني اشتغله هناك افضل، الاجواء اريح والامور اطيب واني مرتاح نفسيا اكثر وعندي قابليه وعندي دافعيه اكثر للعمل. لكن اني لما تحديني بوقت معين ما راح اشتغل بهذه الاريحيه. ويمكن هنا استاذ، يمكن هنا مثلا عفوا دكتور، هنا يمكن اكو اشخاص متزوجين عندهم اطفال مثلا، يحبون فتره العطله انه يعني يسوا عائليه، مو يكون شغل بعيدا عن الشغل، بعيدا عن التوتر، بعيدا عن المسؤوليات والالتزام. هنا شلون بما انه هسه همينا فتره صيف والكل اجازه الاطفال؟ الحقيقة الأطفال إجازة، لكن هل الآباء إجازة؟ هل الأمهات إجازة؟ احنا لازم نذكر هذا الشيء. كل الدول أنت لما تطلع مو احنا نتحدث هنا على هاي المشكلة، الأطفال يحتاجون وقت بريك يعني مع الآباء مع الأم. عندهم إجازة صيفية. بالضبط. بالضبط، ولذلك يعني هذا المحور يكون يخدمنا كل شوية بهذا الموضوع. يعني مثلا أنا ذاك اليوم بنتي تقول لي، أنا طبعا أشتغل بالبيت من خلال الموبايل والحاسوب. بنتي تقول لي بابا دخل الموبايل واللابتوب شويه يصير ويانا. صح، حسيت حقيقه اني مقصر ويا الطفل. الطفل يريد من عندي اهتمام، يريد من عندي انه اني هم اهتم به. هاي لما كانت اسره مو بس اجيب لهم فلوس، اكيد فعلا مثل ما محتاجين الفلوس محتاجين الاهتمام ومحتاجين العاطفه. يعني السياره مثل ما محتاجه بنزين محتاجه دهن. نعم اكيد. أكيد فعلا. طيب دكتور، يعني هم أنا حابة أعرف من حضرتك اليوم شنو المطلوب من يعني رب العمل أو المدير الموجود، يعني شنو الأشياء اللي لازم يوفرها أنه أنا يمكن أحب وظيفتي؟ اليوم أكو هواي أشخاص خلينا نقولون أنه يمكن راتبه، هو يريد مثلا طالب زيادة راتب وهم ما منطي، فيكون ضايج مثلا وما يريد أصلا يبقى بالشغل، فعلى منتيجي يمكن أصلا ما يحب أنه هو يداوم، بس في حال أنه هو يمكن يكون مرتاح من هواي جوانب، مرتاح أنه هو دا ياخذ يمكن راتب اللي حابة والراتب اللي بباله، ايش قد ما كان الشغل راح خلاص يفرح ويسويه ويتنشط انه انا لازم اكمل كل شغلي لان هذه وظيفتي واني احبها، لان هو مرتاح من كل الجوانب. شنو برايك هي اهم العوامل اللي لازم يهتمون بها المدراء؟ هو حقيقه احنا راح ندخلها في عالم التدريب والتنميه البشريه، احنا اللي بدنا ننطي بها دورات مختصه لمدراء الدوائر ولقاده الدوائر، اللي احنا نحول من شخصية المدير إلى شخصية القائد، أو إذا نصحح العبارة من شخصية الدكتاتور إلى شخصية القائد. شخصية الدكتاتور هذا الشخصية اللي تخوف الموظفين دائما بقطع الرواتب، بتقليل الرواتب وبعدم منح الإجازات وبالضغط المستمر، إلى شخصية القائد المحفز الملهم اللي يخلي الموظف ينتج إنتاجية أكثر من المهام اللي عنده. طبعا هذه الشخصية مهمة جدا أن احنا نبنيها حتى نحصل على هذا النوعية بالعمل. وبالإضافة إلى ذلك، إحنا الموظفين اللي يمنا همينا بشر وهمينا عندهم يعني حقوق، مثل ما أنا أريد من عندهم واجبات لازم أعطيهم حقوق. يعني مسألة الترفيعات، أكو هواي موظفين يقول لك أنا مثلا أستاهل الترفيعات، الدائرة مالتي ما رفعتني، وهذا ظلم في حقه. مسألة الترقيات كذلك، مسألة التحفيز، أنا مثلا لما أنا أشوف موظف عندي منتج ودا يشتغل وناجح ودا يسوي أكثر من العمل ماله، أنا لازم أحفزه، أعطي كتاب شكر، أعطي ترقية، أعطي إيفاد. مو أجيب هذا الموظف اللي ما ينتج واللي هو كسول واللي هو يعني ما مقدم عمله بشكل جيد وأرفع هذا وأخلي هذا الثاني يباوع عليه. طبعا أنا راح أدمر الشخصية الثانية اللي هي منتجة، هذا ما راح ينتج لي بعد، وراح يقدم لي انتاج، وراح ممكن يعوف الدائره مالتي وياخذ اجازات ويروح على دائره اخرى. لازم احنا نشتغل، نرجع نشتغل صح. موضوع المحسوبيه في اداره الدوائر وفي اداره المؤسسات لازم ينتهي، لان هذا راح يودينا الى هاويه كلش كبيره.
نعم. طيب دكتور هنا خلينا نرجع على نقطة كلش مهمة واللي احنا حابين واكيد المشاهدين همينا حابين يعرفون إجابة هاي النقطة. هنا الشخص شلون يقدر يقسم وقته وينظم أولويات اللي عنده؟ يعني مثلا شلون احنا نجي على همينا إذا الشخص هو عنده مسؤوليات أو المرأة اللي هي السيدة الموظفة عندها مسؤوليات، شلون توازن خلينا نقول بين العمل وبين البيت وبين العطلة ويا الأهل وبين العمل مالته حتى ما يكون لا عندها مشكلة بالبيت ولا بالعمل؟ سؤال كلش حلو ومهم حقيقة. احنا حتى ننجح في حياتنا، حتى نكون ناجحين، شنو اللي نحتاجه؟ يعني هذا السؤال يروح على يتداخل ويا هذا السؤال، شنو اللي نحتاجه؟ شنو اللي لازم ننطيله من وقتنا حتى احنا نكون ناجحين في حياتنا؟ اكو بعض الناس مركزين على الشغل بكمية كلش كبيرة، عندهم اموال هواية، لكن على حساب اسرتهم صارت، فقدوا اسرهم، فقدوا اولادهم، ممكن نقول تربيه اولادهم، ممكن زوجاتهم، ممكن حتى ادت الى حالات طلاق من وراء الشغل المكثف. اكو ناس التجت الى السياحه بشكل مكثف وخسرت اسرها وخسرت ايضا شغلها. اكو لا بالعكس، مثلا مركز على الاسره بشكل كبير بحيث عايفه الشغل وصايره ويا الاسره بشكل كبير بحيث ما عندها فلوس حتى تجيب للاسره تعيشها. فاحنا هنا لازم نوازن في الامور اللي انا لازم اوازن بها حتى اعيش بشكل صحي، وهذه الامور ثمان جوانب بالحياه لازم انا اوازن بها حتى اعيش بشكل صحيح. نعم. من هاي الجوانب مثلا اولا الجانب الاجتماعي، انا احتاج او اخصص وقت للعلاقات الاجتماعيه اللي هم اصدقائي، وسائل التواصل الاجتماعي ممكن همين اخصص له وقت. ثاني شيء جانب الاسري، انا اسرتي تحتاج من عندي وقت، الأسرة تحتاج مني أقعد وياها، تحتاج أشوف احتياجاتها، التزاماتي الأسرية لازم أنا أكون وياها. عندنا الجانب الثقافي، أنا لازم أثقف نفسي في أمور الحياة، هذه أيضا مريودة. عندنا الجانب المالي اللي هو أنا أعرف شنو الادخار اللي عندي، شنو الصرف اللي عندي، شنو اللي يجيني. طبعا هذا الجانب المالي ما له علاقة بالجانب الوظيفي اللي هو جانب آخر، جانب الوظيفي شيء وجانب المالي شيء. جانب المالي هي الإدارة المالية، لازم أنا أخصص وقت للإدارة المالية. أكو هواي ناس رواتبهم 300,000 هي عندها 50,000 ادخار بنهاية الشهر، اكو راتبه مليونين وهو مديون 500,000 نهاية الشهر، فهذا المالي الجانب المالي ماله مو تمام. اكيد نعم فعلا. طبعا دكتور هذا الموضوع يعني كلش حلو ومهم، خاصة مثل ما قلنا انه الموظف لما يكون مرتاح بشغله راح يقدم يعني احسن ما عنده. بالضبط. شكرا لك دكتور، شكرا لك، نورتنا.